صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، كل شيء على خير وبخير. المهم الخضره يلاه فايقه، المهم فوق مع ديك التسعود. صراحه راكم عارفين مع هذا البرد ما تقدري لا تنوضي لا حتى شي حاجه. المهم نحيدوا هاد عرفتي انا كتبقى هاد لي فهاد الليمون هادشي منين. المهم الحامض غادي نحتاجو نتشخشي باش ندير معاكم اليوم الروتين. اليوم غنطيبو الحوت كما وريتكم ديك النهار، شوفوا كيفاش كنديرلو. كنحطها هكا وحده فوق من وحده في الفريكو باش هكا تيجيني ساهل. فهمتوا كنلويش حيت كنبغي انا صراحه نديرو اما مقلي هكا وحده فوق من وحده ولا طاجين هكا مفرش. المهم اول حاجه اختي بعدا وجدت الفطور اليوم قهيوه مع خبيز. ايوا وهانتوما معايا دابا صافي وجدت باش غادي ندير. صراحه غنقلي غير بطاطا والحوت صافي. المهم غادي نشارك معاكم اختي. عرفتو قولوا لي ويلي شوف عيني واش كندير دابا خاصني نقرب ملي سنبعد ما تيبقاوش يبانو كاع. سميتو كيفاش شنو غنقول لكم؟ بدلت البغله ديال الكوزينه طفستها عاد طفستها دابا تحرقات وقلنا نجيب واحد البوله في شكل هكا. وانا نبغي زعما نصور لكم الفيديو ديالها ما تختيش فريزه باش نوريكم. عقلتوا على هادو لقيتهم هاد البارح وانا نديرهم في يدي. شوفوا تبارك الله عرفتوا شنو كانوا ملي شريتهم كانوا كيوصلوا لهنايا. شوفوا دابا ولو حابسين هنا قايش اختي باغي يزيدوا صراحه والله. زعما بعض المرات كتمشي ليا شهيه بعض المرات كتجي بعض المرات كناكل بعض المرات كناكل. زعما غنكذب عليكم الا قلت لكم كناكل غنكذب عليكم الا قلت لكم ريجيم. ما عرفتش نفسيتي والشهيه مخربقه هاد الايام وصافي. دابا غادي ندوز غادي نفطر باش ندوز اختي نشوف شنو ندير معاكم وهانتوما وتشاركوا معايا الروتين الجميع. صافي كنبغيت ندير معاكم روتين غندير فيه الجميع كامل فهمتوا. دابا اختي غادي ندير واحد الماكله حيت شي يقولوا لي ويلي ما كنتي ما كطيبيش. المشكله انا راه تنطيب والدار تيطيبو وفهمتوا ما يمكنش انني انايا بوحديتي كنبان ما يمكنش غادي يبانو هما معايا. هذا هو المشكل فهمتوا. دابا فهمتوني يلا اختي نمشي نفطر. ويلي اشنو بعض المرات كتصدقش ليا شي حاجه. شوف البطاطا اللي لقيت يعني ماشي ديال المقلي ولكن راه نحاولو انني نشوف باش نقي نقرد زعما لانه عرفتي ما كاين حتى واحد بالخميس ما كيكون معايا حتى شي واحد وخاصني ما عنديش شكون غنسخر حيت بعض المرات كتسالي لي البوطا وشحال ما كتكونش مشكل وما يكون مشكل. الحوت انا ما كترت ما ريحته ما الريحه صوروا قبل ما يبدا نديرو كينقي السيد ياكم ومن بعدها تنقيه وندير الحامض. دابا عاوتاني خليته تطلق واحد شويه زدت عليه الماء ونعاود الحامض نحطو يتسقط. انا ما مولفاش كنفطر بالقهوه احنا ماشي ناس تاع القهوه. احنا اختي اتاي زعير معروفين باتاي ولكن واحد البنت مسكينه كتوحمكم الدرتي. يا ربي شوف هذا الفيديو كنطلب منك السماحه اختي ولا بغيتي تجي عندي اختي نصايبو لك ما عنديش مشكل نصايب لك الطاجين اللي حاولت نصايبو ليك. مسكينه قالت لك كتوحم واخا داك الطاجين راه دربزتو والله يجي غير دربزتو راه ماشي زعما هذاك الطاجين اللي مويفه كندير. وقلت لكم حشو دوره في السوق ان شاء الله نهار اللي نمشي للسوق. راك شفتو انا ما خرجتش الفيديو اللي حطيت معاكم من قبل راه عاد خرجت وشفت الزنقه هنا ما كنخرجش بزاف. ان شاء الله نصور معاكم فيديو تشوفوا تشوفوني في السوق وكلشي. السوق دابا مع خاوي ومع حنايا ما كتصوبش الشتا ما عليك بشي حاجه.
المهم باش منا ما نطول عليكم بقاش دن 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 قبل ما يستوكي لي التليفون. المهم اختي من بعد ما نقيت بطاطا شوفوا ان الزيت راه ما كنقويش بزاف اختي اقتصاد اقتصاد ويلي الزيت راه غالي حنا تنتهي قلي وصافي. المهم غنشعل كيبان وين مخلص نشعل اختي البوطه الصغيره صراحه دعوا معايا ما عرفتش انا اين البوطه تصلح لي وحق الله جمع علي سهل الله صافي دابا غادي نخليوه اختي يدير يسخن ها هو الحوض ديالي شوف شوف وغادي بديت نوريكم كيفاش غادي هانتي شوفي واش كيبان لك ولا لا باقي الصراحة متلج ولكن شوف كي غنجبدو ما حنايا كيجيش عندنا الحوت جديد يعني كيجي هاري تصوري وطايب في بلاصتو فهمتي والحوسه وناري زعما خاصك تحاولي معاه وديري العقل وديري كلشي فهمتي صافي كندير له بحال هكا باش نجبدو مقاد. المهم نخليه يطلق دوز قلي وعاد ندوز ندير معاكم شرموله. المهم اختي راه جبت القليه الاولى تصوروا هاد الطاطا شوفوا طابيه شو هي القليه الاولى ماشي بيع كتجي زوينه ولكن ماشي ديال القليل كتبقى بيضه دابا من هنا درت شويه زيت شويه القصبه غادي ندير اختي شويه التحميره هاي شرموله ديال الحوت الكامون كانوا كيعجبني انا فيها كنت كنديرو سكين جبير خرقوا ما بقى شوفوا صورت معاكم في الفيديو الاخر ما بقاش ولكن المهم يقدر يضيف طنجين هاي طيبوني صافي غيعطي وانا البزار ما كنطيب فيه كندير واحد شويه كيك واحد شويه صافي شويه صافي وغادي نزيد الحامض نعصر شويه الحامض البطاطا نطرق عليها البطنجلة والزربة هاي آه كنشم كنشوف راسي واش تنشم ولا لا صافو غادي نعصر شوية الحامض صافو غادي نشرمل الحوت هاهي شرمولة اختي ستوكاج ايوا اختي هانتي هاهو الغدا المهم انا كيعجبني يكونوا محمرين بحال هكا صراحه ما حمرش حيت بغيت نصور باش تقول المهم حيت ثلاثه واحد صاحبتها اختي هربات عليها صاحبتها ما لقيتهاش لا فنيته على جوج وصافي هذا هو الغدا ديالي اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزواج صراحه ما ناكلش هذا الشيء والله ما غناكل نقدر نكمل حوته ونص زال هذه بعيد نقدر هذيك ما نكذبش وصافي واش المهم نخلي شويه اللي عاجي ياكل هاجم اصلا ما كيجيوش اليوم دابا عرفت شنو حق الله يزيد 12 قال 25 يعني 12 قال 25 بقاتني نساء قبيله يعني العشرة ونص فطرت معاكم بالزربه ساليت كلشي ومع التصوير وهذا والله حتى دابا 12 قال 25 وساليت وبلاتي نوريكم هاد الروينه يمكن حتى نشارك معاكم اختي فلوق وحده اخر شوفو طاحت عرفتو على حالة وعلى حالة يا اختي مع التليفون عندي هادي تهرسات حالة لحالة النهار. المهم هذه هي الروتين ديالي بغيت نشارك معاكم ونخليكم في امان الله.